قالوا اتفضل. الشيخ وليد، بس اعطيني مجال يعني، بس دقيقه يعني اديك مجال في النص اللي ثانيه. مطروح، فهمني النص المطروح، عايزين نفهمه. والله في النص، والله في النص، طب والله في اتفضل النص، اتفضل بس اتفضل. اتقل. ايه نعم بالنص. شيخ وليد، انت قلت قبل كم يوم، قلت لا طلع السيستاني لقى محاضره ولقى شو اسمه لقاء ورد على التليفونات وعلى الاسئله، احنا نصير شيعه وكذا هيك يعني. اكو عندك مقطع فيديو قلت، فانا نيابه عنك تسمعني شيخ وليد، ايوه اتفضل. نيابه عنك انا اقول شيخ وليد، انا اظن للشيعه يعني، انا طبعا شيعي بس اظن للشيعه يعني، شيخ وليد يصير شيعي والمذهب السني كله يصير شيعي اذا السيستاني طلع قرا ايه من القران بس بقراءه صحيحه. الله اكبر. تسمعني شيخ وليد؟ اسمعك اسمعك. اي انا اظنك انت تصير شيعي بدون اي دليل وبدون كذا واي نهائيا يعني، راسا تصير شيعي والمذهب السني يصير شيعي اذا السيستاني طلع قرا سوره الفاتحه او سوره الاخلاص، السور الصغار مو يعني مو البقره ولا الاعراف ولا المريم، السور الصغار اذا قراها وجاد قراءتها يعني القراءه الصحيحه، شو تقول انت؟ توافق من هذا التحدي؟ انا لا موافق والله. او يدخل او ياخذوا لنا واحد، هو بيقول لك ان المهدي حي، ياخذوا لنا واحد كده ويشوف المهدي. يا السعوف المهدي، احنا نريد السستان هذا ابن نجم الله المستعان الموجود والله. عندنا الله المستعان شو والله. تقول انت انت؟ تعرف هذا اقول الرأي لك توافق حاجه، هذا التحدي؟ انت تعرف عجائب ايه الدنيا 7 بقوا 10، بقى في 3 في العراق، مساله المهدي والسيستاني ومقتدى الصدر، ايه دول 3 عجائب في العراق لوحدهم، دول 3 عجائب في العراق. لا لا لا، انت خاصة يعني السيستاني وحد اعجوبة يعني، اعجوبة اعجوبة الكون الله المستعان. اعجوبة السماء والارض يعني، مرجع مرجع مقلده اكثر من ملايين، ما حد اتحدى واحد يقول انا سامح صوته، اتحدى واحد من الشيعه يجيبه يقول لك انا سامح صوته، واللي يقول لك انا سامح صوته انت راسا قل له والله والله انت كذاب يا راجل. ده لو يوما ما استضافوا ويمينك اللي هو فرانسيس ده ولا اسمه ايه بتاع باباهم دوت، يا راجل ما فيش ميكروفونات قدامهم، ويمينك في رقبتي، ما اي فيش واحد يقول لك انا ميكروفونات سامح قدامهم صوته. اساسا، يعني ما فيش ميكروفونات قدامهم. الدنيا كلها ما بيبقى في مؤتمر ولا في حديث صحفي بتبقى الميكروفونات موجوده والاصوات مسموعه وكل حاجه، ده ما تسمع اي حاجه، ما تسمع اي حاجه، وفي الاخر يقول لك عنده رساله والله علميه، رساله عمليه علميه عملها بالفارسي اكيد يعني. لا، هي المشكلة مو هنا يعني، المشكلة يقول لك عالم بالفضاء، عالم بالفضاء، عالم بالتنك، ما ادري والله، الله الله يجيك يقول لك عالم بالفضاء، هذا عالم بالفضاء يعني، احنا ما نريد عالم بالفضاء، نريد يقرأ له صورة واحدة، قراءة صحيحة، صورة اي واحدة، والله. شكرا ما ليك يا نريد غالي، عالم ربنا بالفضاء، يبارك فيك عشان بطلنا. الوقت. شكرا ليك يا غالي.